واد يا علي افتح يا واد يا علي، انا عارفه انك جوه. يا صدفه يا صدفه، ايه اللي عرفك ان الواد ده جوه؟ لا جوه جوه ومش عايز يفتح وبيتهرب مني عشان عامل عامله سودا زي وشه. افتح يا علي وبطل شغل العيال بدل ما اربيك من اول وجديد. يا صدفه وطي صوتك. وطي صوتي ايه يعني؟ وهنفضل واقفين كده قدام الباب مستنيينه يفتح؟ بقولك يا طارق. نعم. ما تعرفش تكسر الباب تعمل كلمه تكسره. ساحر انا؟ ساحر والله العظيم. لو حد دخل علينا واحنا فاتحين الباب ده انا وانت هنروح في 60 داهيه. في حد بيقلي سمك هنا. بقولك ايه، نروح في 60 داهيه ليه؟ ان شاء الله احنا كده كده مش خسرانين حاجه. قول لي ليه؟ علشان لو فتحنا الباب ودخلنا ولقينا علي جوه يبقى قفشناه، ولو دخلنا ما لقيناهوش جوه برضك مش خسرانين حاجه. قول لي ليه؟ علشان هناخد الباب في ايدينا وكأن شيئا لم يحدث. حلوه، وانا شايف ان احنا ناخدها من قصرها ونتكل على الله. صدفه يا طارق. ايه يا طارق؟ البت الغلبانه، البت الغلبانه اللي واقف في عرضي دي عامل فيها ايه؟ اسيبها؟ اسيبها تواجه مصيرها كده لوحدها؟ ده يرضيك؟ وبعدين انا وانا بحكي لك انت كنت متعاطف. كنت متعاطف ولا ما كنتش متعاطف؟ شفت بقى؟ لعلمك تعاطفك لوحده مش كفايه، انت لازم تبقى ايجابي. اه لازم تبقى ايجابي وتوريني الرجوله والشهامه. انا مع راجل انا ولا مش مع راجل؟ صدفه ما انا وافقت اجي معاكي واتكلم مع الواد المنيل اللي جوه ده، وكنت ايجابي اهو. طب يلا كمل ايجابيتك بقى وافتح الباب من غير ما تكسره. يلا يا طارق بقى يا طارق. ازاي؟ دخل بس شويه كده. ما شاء الله ما شاء الله. هو انت كنت بتشتغل حرامي ولا ايه؟ واد يا علي انا جيت ودخلت البيت، اطلع لي. ربنا يستر. فين بقى يا صدفه علي؟ الله، تلاقيه مستخبي كده ولا كده واحنا لسه فتشنا البيت. ادور في الاوضه اللي هناك. ايوه روح. في ايه بقى هنا؟ يا طارق طارق. في ايه؟ ايه ده؟ الفلوس. فلوس ايه؟ الفلوس، الفلوس اللي الواد ضحك على رندا وخدها من ام رندا. الواد عمل عملته السودا وخد الفلوس وعايز يرمي دلوقتي البت زي الكلبه. لكن على مين؟ على مين؟ على مين؟ على مين؟ ورحمة أمي اللي خليه يتجوزها والجزمة فوق رقبته. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.